أحسن ممثل في مصر السنة دي. وقول فتحي ألو، عبد وقول ألو ألو يا حمزة. مساء الخير. إيه يا حمزة، خلاص أنا مش هندهك غير بحمزة خلاص. معقولة الواحد يحب الشر؟ يعني إيه، أنت خليتني أعشق تجار المخدرات. بصي أنا بس عايز أقول حاجة في الأول. أنا عايز أحيي ياسر جدا، وعايز أقول الجزء اللي ياسر مالوش، اللي الناس ما تعرفوش، فأنا أقوله دلوقتي بس أرجوكي ما تخليهوش يقطعني. ماشي، الميكروفون معاك. الفضل الأول لربنا في المسلسل عموما وفي الشخصية اللي أنا قدرت أعملها، والفضل لياسر جلال، أعوذ بالله. لأنه اللي الناس ما تعرفوش، اللي ما حدش يعرفه خالص، إن ياسر ربط موافقته على المسلسل بإن أنا أعمل حمل. وياسر اللي وقف الوقفة دي عشان يرشحني للشركة المنتجة ولمخرج العمل الأستاذ حسين المنباوي، أنا كنت أتمنى بس إن أنا ما أخذلوش وإن أنا أبيض وشه. طب بيض ايه ده، انت بيضت وش الفن المصري كله يعني. شوفي الفنان العظيم ده، انت رفعت اسهم الدراما المصريه يعني يا فتحي بالدور ده، والله العظيم. وانه ياسر كان بنفسه يعني الورق، لما بيقعد هو والاستاذ حسين والاستاذ هاني المؤلف، وكانوا بيمدوا خطوط الباترون بتاع الدراما والشخصيات، و كان طول الوقت بيأكد انه قوة شخصية حمزة هي قوة شخصية ادهم، انه دور حمزة في الصراع لو مش بالقوة دي على طول هيأثر على قوة شخصية ادهم، اللي هو المفروض انه هو الـ 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 الشخصية اللي بتتأرجح ما بين العالم اللي هو ما كانش راضي بيه، العالم اللي هو العادي، العالم بتاع الشخص الراضي بحياته، واللي ما عندوش التطلعات الفظيعة والطموحات المدمرة، ما بين الشخصية وهي في العالم ده، والعالم الثاني المليء بالسحر واللمعان والبريق، لكنه مليء بالسموم والأشواك والدمار والقتل وكل الكلام ده. يعني أنا بشكر ياسر لأنه عنده هذا القدر من الوعي اللي قلما بما موجود عند فنان عربي، اللي يتيح له ان هو يشوف الباترون بتاع الدراما عامل كده، مش عشان مصلحته هو ككاركتر بيعمل هو بطل المسلسل، لا، هو بس ان بطل المسلسل ده لازم يبقى معاه الكاركترز اللي بيمثلوا الشر، اللي هو الشر اللامع اللي لازم الشخصيه دي تنجذب ليه وهي مش عارفه قد ايه ده مسموم. تسمح لك كلمه فتحي، ولا انت عشان تقولت بلاش تقطعني وانا ما اقدرش اكسر لك كلمه؟ ايوه اتفضل. ما اجرؤش اتكلم وانت بتتكلم. انا هقول لك على حاجه. طبعا انت عارفه هبه مراتي طبعا، انا هبه مراتي تقعد تتفرج عليا، انا الممثل الوحيد والفنان الوحيد اللي لما باجي اتفرج عليه سواء في السينما او تلفزيون اقعد انا اقول ايه، طول ما انا قاعد كده اقول الله يا فتحي، الله يا فتحي، شايفه فتحي عامل ايه، فهبه تتجنن مني يعني، لدرجه مشاهدنا واحنا ببعض في المسلسل بقول ايه، شايفه فتحي جميل ازاي، يعني المفروض انا متوقع اقول لها ايه، شايفه اللي عملت المشهد ده ازاي. فتحي عبد الوهاب افضل ممثل في جيلنا. انا بقول دي، هو انت عديت أفضل ممثل، أنت دلوقتي الإبداع، الأوسكار. أنا لسه يعني كنت فتحي بتكلم العالمية بقى، أنا يعني عندك إنجليزي كويس؟ عنده إنجليزي؟ ده بيتكلم 7 لغات في السنة. اتكل على الله بقى، عايزين عمر شريف جديد. بدل اللي بيطلعوا يرجعوا دول، اطلع بقى واقعد هناك. عارف يا فتحي أنا هستأذنك، أنت عارف خدت بالي من إيه في المسلسل ده؟ اتفضل. حاجة ما كنتش واخد بالي منها في أدائك، لغة الجسد، ايديك وطريقتك وانت بتزرر الجاكيت، وطريقتك في المشية ولفتاتك، ايديك وحركة ايدك مع الشخصية. انا اول مرة يبهرني ممثل بلغة الجسد، انت عملت ده والله يا فتحي، انت فاهمني طبعا انا قصدي ايه. يعني دلوقتي بس يا حمزة، أنا هسأله سؤال دلوقتي واضح وصريح، ولازم حمزة هيجي حلقة. بقولك يا فتحي، فاكر ما كنا بنطلع المغرب ونصور حلقات هناك ونعمل حلقات قوية جدا؟
لازم تيجي تعمل معايا الحلقه القويه بقى وانت قبل ما تطلع على العالميه. علشان مش هتندم والله يا فتحي. فتحي علشان هجي لك الاوسكار بقى ان شاء الله اصور معاك بقى ادخل العالميه على ايدك بقى ان شاء الله. فتحي في البرامج بس هو يعني لا معايا انا فتحي هتستمتع والله يا فتحي. يا فتحي انا عملت معاه احلى حلقات في المغرب انا وهو ايام عصافير. لا وبعدين خلي بالك يا فتحي في البرنامج ده بيوزعوا مشروبات وبيوزعوا أيوة باتيه في حاجات كويسه وبنوزع اراء النقاد كمان. بص ياسر بيطمني عشان عارف ان انا بروح بالطريقه دي قال لي مشروبات وبتاع فهو عارف يعني. لا بس هتجيلي يا فتحي ده انا يعني لا. عشرة العمر وبعدين لا دي عشرة عمر واحنا كنا بنتكلم انا وياسر عنك يعني مش عارف هو حكى لك ولا لا وقد ايه انت من بدايات يعني من اول ما كنا بنبدا انت من جدعان وكنت واقف ورا كده كله انتوا بتشرفونا يعني انا كنت بتشرف في المهرجانات لما ياخد جايزه احسن ممثل ويتقال مصر ده كان بيسعدني ان لان احنا يعني وجهتنا بره مختلفه تماما غير هنا ان احنا نرجع بالجوائز وممثلين يتسقف لها في السينمات بره ده موضوع كبير. انا بالنسبه لي انا بعتبر لمسه بس قبل ما تتكلم عن فتحي انا هساله سؤال يا فتحي واضح وصريح وعايزه اجابه واضحه لو رجع بيك قبل رمضان وجي الورق هتاخد شخصيه حمزه ولا ادهم؟ ده انا؟ ايوه دلوقتي بعد النجاح ده هقول لك ليه؟ لان انا ما كنتش اقدر اعمل شخصيه حمزه زي ما عملها فتحي ولا اجرؤ لان هو لا عملها بشكل عارفه في ساعات ايه تبصي تلاقي ايه في سقف للشخصيه تقول يا سلام لو حصل للممثل ده سواء كان كاتب او مخرج او حتى ممثل زميل يقول لك لو وصل للسقف ده يبقى جميل قوي. لا فتحي فاق التوقعات يعني وانا بقرا الورق او اي حد بيقراه فتحي عدى ده تجاوزه. الله يخليك احنا دايما شايفينه معدي من زمان بس انا بشوف ان انا الاوان دلوقتي بقى ان الكتاب يقعدوا يكتبوا لك السنه الجايه دور وورق ومسلسل ليك لان بجد احنا عندنا موهبه يعني جبارة حد زيك حد زي حنان الناس الكتاب لازم يهتموا بقى بالحاجات دي ويمكن ياسر قعد فترة على بال ما أخد حقه فأنت دلوقتي بقى يعني أنا هقول حمزة اتخذت حقك لأن أنت تفوقت على الجميع ولكن حقك بقى تعمل لك مسلسل يا فتحي يعني أنا الأوان بقى. والله بصي انا هقول لك على حاجه وياسر شاهد على الكلام اللي انا بقوله احنا يعني في طائفه كده ياسر من ضمنهم انا حنان كده يعني احنا حقنا بناخده في الدور اللي احنا بنعمله احنا يعني وياسر اكم من ادوار جميله هو عملها وكان مع باقه نجوم تانيين او مع مين او مع مين بس الاخر خالص هو كان بيعمل الدور بتاعه هو نجم الدور بتاعه وياسر النهارده اللي يشوف ياسر النهارده يعني معلش اسمح لي اتكلم بشكل شخصي شويه طبعا شوية. اللي يشوف ياسر جلال النهارده ويشوفه من 10 او من 15 سنه هو نفس الشخص بنفس الفكره عن الفن بنفس التناول عن الفن بنفس الطعم اللي هو بيستطعم بيه الادوار هو نفس الشخص على فكره زي ما انا من 10 ولا من 15 سنه ياسر مش هنقول الرقم الحقيقي احنا متفقين خلينا في الخمستاشرات يا توح والنبى ما تطفشوش المعجبات وانتوا دلوقتي المعجبات وراكوا كده مفيش داعي حلوه 15 ده تقولوا انتوا بقى ايه ثبت على 15 امسك في ال 15 يعني فاحنا بنفس افكارنا ناحيه الفن وبنفس انا بس عايز اسالك سؤال يا فتحي اتفضل هو الجماعه هنا في البلاتو بيسالوني حاجه انت بتاكل باتيه بالجبنه ولا بتاكله بالسكر؟ عشان هعمل له فطير عشان يحضره لك يا سيدي اي حاجه من ناحيتهم حلوه ومقبوله وجميله لا هو في استاذ فتحي ابو ابو لو جه هنا يجي له كده في المغرب يجي له باتيه ويجي له بتيفور ويجي له حاجات سبيرتو فاكر سبيرتو بتاع المغرب هجيبه لك شخصيه كده بيلبس برانيت وبيمسك حاجات في المغرب كده بيقعد يلف جنن نروح المغرب سوا بقى فتحي ان شاء الله تعملوا فتحي انا بجد مستنياك علشان لازم احتفل بيك احتفال كبير ولازم نكرمك بالابداع كله وبالجمال كله
وعشان أوري لك النقاد والجماهير كمان الكلام الحلو اللي